بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي العربي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الأخوة مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونحن نلتقيكم على الخير والمحبة، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مضايف أهلنا. حيا الله الأخوة المشاهدين أينما كانوا في العراق والوطن العربي والعالم. أعزائي المشاهدين، العراق الآن ساحة مرتبكة فيها من التداعيات الخطرة ما يجعل الإنسان يقف بألم وحسرة على هذا البلد العربي الأصيل، بلد الحضارات والتاريخ العراق، أن يكون بهذا البلد هذا الحال ويصل إلى هذا الحال من 2003 إلى يومنا هذا. على كل حال، العراق وصل إلى هذا الحال الميؤوس من أن يكون بلد معطاء كريم عزيز في ظل ما موجود فيه الآن. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل الحق والثوار والناس الوطنيين والعروبيين، أن يتوحدون ويقفون وقفة رجل واحد من أجل إنقاذ العراق وإعادة الهوية والهيبة لهذا البلد. أيضا دعوة إلى أشقائنا العرب، العراق بلد عربي، على الأشقاء العرب أن يقفون مع العراق، لأن العراق في محنة ووقفتهم أكيد راح تؤدي إلى نتيجة طيبة، لأننا عرب، ويعني حقيقة الموقف العربي إن كان سياسي دبلوماسي هذه هي الأمور، التأثير على الاحتلالات ممكن أن تخفف علينا هذا الحال اللي صار علينا من خلال الوقفة مع العراق، وقفة أخوية لأننا بحاجة لهم، وإحنا خيرنا كثير لو كانت ثرواتنا وبلدنا بيد أبنائه، ولكن كما تعلمون البلد نهب من قبل الاحتلال والمشاريع اللي وضعتها أمريكا وإسرائيل وإيران وغيرها اللي تكالبوا على العراق وصار ضحية وصار فريسة لهؤلاء. الفرج قريب إن شاء الله، الفرج قريب إن شاء الله، وسينصر الله المقاتلين المؤمنين الشرفاء. صباح الخير يا دار السلام ويا مساء الخير، صباح الخير يا دار السلام ويا مساء الخير، عداك الشر يا بغداد وتعودين بالهيبة، تشرفني معك صورة وانا في ساحة التحرير، عشان النصب لي خلفي تشوف الناس تركيبة، عليها 14 قطعة وكل قطعة لها تفسير، وانا يعجبني الجندي كسر غضبان تعذيبة، كلام بداخلي اكبر من القدرة على التعبير، كلام بداخلي أكبر من القدرة على التعبير، كرهت الشوف ما ودي أشوفك للأمل خيبة، ذكرت أيام هولاك وكثر ما حل بك تدمير، إذا عدوا مصايبنا نشوفك أكبر مصيبة، أجيك وخطوتي وجلة بلا حشمة ولا تقدير، أحس اللي غريب بديرتي محتاج ترحيبة، يسودك طابع الغابة طبيعي من يعكس السير، رعية ما لها راعي تخاوى كلبه وذيبة، نبي نفهم على منه نحط اللوم والتقصير، من اللي كشفوا ستر العرية عند جانيبة، نبي نفهم على منه نحط اللوم والتقصير، من اللي كشفوا ستر البرية عند جانيبة، عليها اللوم من حاك الجريمة وحكم التدبير،
عليها اللوم من حاك الجريمة واحكم التدبير على من باعك وساوم على بلاده وتخريبه على من وصلك حال الفريسة والجياع تغير على من خان واصحاب الأمانة وانكروا طيبة على من جاك ما يملك دراهم علبة التوفير وخيرا يملك الدنيا ولا يرضى ملا جيبه على من فرقوا بين المذاهب والهدف تطهير على من جابوا الفتنة وزرع الشك والريبة على من تاجروا باسم الفقير وصيحوا تكبير شعارات البطل فيهم على منهج معازيبة على من فجروا جامع ولا نسمع تفجر دير على من فجروا جامع ولا نسمع تفجر دير على من نفذوا للغرب مشروع ومطالبة على من دخلوا داعش علينا منهج التكفير وهذا الفيلم أمريكي وكل الناس تدريبة على من شوهوا اسم العراقي للملاخنزير على من شوهوا اسم العراقي للملاخنزير دليل ان الدول كله تشوفه ما تهليبه مآسي يوم نذكرها على نص الكلام نحير مآسي يوم نذكرها على نص الكلام نحير نشوف حقوقنا ضاعت ولا من خير يجيبه طردنا من الظما طير السراب ولا لحقنا الطير وتركنا بيرنا العذب ونشوف الناس تدليبه تشردنا على الغربة ولا عدنا من التهجير تشردنا على الغربة ولا عدنا من التهجير خراب ديارنا صارت نبيها وذاك عصيبة يا كم مظلوم من ظالم على كيفه كتب تقرير يا كم مظلوم من ظالم على كيفه كتب تقرير ويا كم من معتقل من دون ذنب وطول الغيبة ويا كم راحوا ضحايا من شعبنا والسبب تفجير إذا شيعي وإذا سني عراقي ليه نسخيبة يا كم راحوا ضحايا من شعبنا والسبب تفجير إذا شيعي وإذا سني عراقي ليه نسخيبة تموت عيالنا كل يوم عالساتر بلا تفكير لجل دولة سياستها تبي تشبع نواهيبة تموت عيالنا كل يوم عالساتر بلا تفكير لجل دولة سياستها تبي تشبع نواهيبة تشوف ايتامنا تاكل من زبالتها للتبذير وراملنا تسول بالشوارع واستحى شيبة مثل هذه فلا صارت ولا ندري بعد شي يصير أسف والله على شعب الحضارة وين تصفيبه أنا ماني بطل قومي ولاني أفضل من الغير مواطن همها الأول يشوف الدولة هيبة وصلنا حال ما نسوى على العالم ولا قطمير فضيحة وضعنا خل نستحي يا عيب تلعيبة فضيحة وضعنا خل نستحي يا عيب تلعيبة حيا الله الأخوة المشاهدين أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين حقيقة اليوم هذه الحلقة ستكون حلقة متميزة بحضور شعراء مبدعين وحلقة يعني فيها من الأصالة والقيم والسجايا الطيبة متمثلة بالقصائد والقوافي التي جسدها ضيوف حلقة هذا اليوم إن شاء الله ننقلكم إلى البادية حيث السجايا والقيم والمثل العربية الأصيلة اللي نحتز بها كعرب رحبوا معي بضيوف حلقة هذا اليوم الأخوة الأعزاء الشعراء الأخ الشاعر زيدان عقاب الجذيلي الشمري حياك الله حياك أشكرك وأشكر قناة الفلوجة على هذه الضيافة يا هلا حياك الله ساعة المبارك أخوي الله يسلمك محمد أيضا الأخ العزيز شاعر الشاب حميد كان إلى حضور معنا قبل أن يذهب للدراسة خارج العراق ما شاء الله واليوم عاد والبكالوريوس بجيبه الشاعر حميد الهزاع إجباري حياك الله الله يحييك ويطول عمرك يا أبو معمر طبعا ما زيد على كلام أخوي زيدان نشكر البرنامج ونشكرك كمقدم برنامج ونشكر القائمين على البرنامج يا حياكم ونوجه الله. تحية وحب للجماهير اللي خلف الشاشات يا حياكم الله طول يا هلا يا هلا شرفت
الأخ العزيز الشاعر عمار وعمار ذيبان جباري الشمري، واحد من الشعراء المبدعين الذي انتشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بقصيدة رائعة جدا، واليوم أيضا أكيد مفاجئنا بقصائد حلوة. أهلا وسهلا بالأخ الشاعر عمار ذيبان جباري الشمري. حياك الله يا هلا، أهلا وسهلا، نشكركم على حسن الاستقبال والضيافة، وإن شاء الله هنا نقدم ما يرضي الجميع، يرضيكم ويرضي المتابعين الأعزاء من خارج وداخل الوطن. يا حياك الله يحييك، ساعتين مباركة. أهلا وسهلا أيضا الشاعر الشاب غربي برزان الشمري، الله يحييك أخوي غربي. الله يحييك أبو معمر، طبعا حنا نشكركم على حسن الضيافة والاستقبال، ونرحب بالمشاهدين خلف الشاشات جميعا، وعسى الله يجملنا. آمين يا رب العالمين، الله يحييك، ساعتين مباركة. يا أهلا وسهلا. حقيقة أعزائي المشاهدين، احنا راح نسمع القصائد والقوافي، والإخوان حقيقة مبدعين، والأخ زيدان من عناصر البرنامج في من 2016 وقبل هذا و13، فمعنا شاعر مبدع وما على الخير تخير. البداية مع الأخ الشاعر زيدان. أولاً الوطن له علينا حق جميعاً الشعراء. نعم. هقول جيب القلم واكتب تحية لبغداد، العاصمة أم القيم والحضارة، وسلم على البصرة على كل الأجواد، ومر السماوة والنجف والعمارة، والناصرية وكربلاء رجال قواد، والديوانية ما تغير مسارة، وباب لها تاريخ شامخ بلمجاد، والكوت بالتاريخ تزهي ديارة، وسلم على كركوك وغليم الأكراد، واذكر ديالة نفتخر بافتخارة، وتبغى صلاح الدين في روس الأشهاد، والموصل الحدباء تبغى منارة، وتبغى صلاح الدين في روس الأشهاد، والموصل الحدباء تبغى منارة، وسلم على الأنبار بالطيب تزداد، دار نتحيى الضيف حتى أشجاره، هذا البلد يا ناس ما مثله بلاد، أول بلد فيها الغيم والحضارة، تكاتفوا يا ناس في وجه الأوغاد اللي يريدون الخراب ودماره، برض العروبة تنزل سلاح وفراد، نمسي بغاره وانتصبح بغاره، جرح العرب ينزف أبد ما له ضماد، دم العرب عند الجانب تجارة، الشعب يبغى للوطن درع وسناد، ونبني وطننا فوق نرفع جداره، حنا العراقيين للعالم سياد، تشهد لنا كل الدول بالجدارة، حنا هل الفالة ومقوار وزناد، شجعان وقت الكون مثل السعارة، حنا هل الفالة ومقوار وزناد، شجعان وقت الكون مثل السعارة، عدونا في ساحة الكون ينباد، وتاريخنا بالمجد شاعت إخباره، حنا صناديد العرب سيف وجناد، كل العرب تشهد لنا بالشطارة، شعب على ميلات الأيام معتاد، يصبر على مر الزمن وانحداره، هذه فعايلنا قديمات وجداد، صولات معجولات بان انتصاره، والدين واحد كلنا لله عباد، ونبينا الهادي حفظنا أذكاره، يقول ذبح المسلم ذنوب والحاد، والدين مثل الشمس بول نهاره، والفتنة اللي جدنا سمها حاد، ذبح الشعب يحسب علينا خسارة، لازم نوحد صفنا شيب وأولاد، ونطفي الفتنة وتنزاح ناره، شاعر عراقي عدل أبيات تعداد، والحر حر يفتهم بالإشارة، والحر حر يفتهم بالإشارة. الله الله تسلم، صح الله لسانك، ما قصرت، تعيش. أخوي حميد الله محييك. الله يبقيك. ايش راح تختار لنا والأخوة المشاهدين؟ والله اختار لك انت، اجيب طار الأردن ودراسة. فقول أغيب وارجع الماكر عليه من الوله شفقان. لفت بشواقها قلب تربى في بواديها،
إذا قمنا وتأخرنا عن الديرة عن الأخوان زوايا الدار في صدر نجروح البعد حاويها توجادي على دار ترابه يشفي الوجعان على جنوبه مع شماله على سنجار راسيها على شرقه مع غربه على آشور والكلدان على سومر مع باب الحضارة نفتخر فيها على دياري ونسايمها نسيمه ينعش التعبان على جاري وعلى ناسي مع حلوة لياليها صحيح الجرح يلكمها وتخالط غيمها دخان وصحيح الظلم يجدبه وثوب الحزن كاسيها مع ذلك فلا طاحت رغم طيحة بنا وعمران بنا يرحل مخربها بنا تبني مبانيها لذا ياجب تكاتفنا نحارب زمرة الطغيان لذا ياجب على ذلك بلادي ما نخليها بلاد بمجمل أشكاله مع القومي مع الأديان نعيش أخوان في دولة تكاتفنا يحليها نعيش أخوان في دولة تكاتفنا يحليها حماك يا ربي العالي من الفاسد من الخوان وعساك بخير يا دار حلا بالذوق شاطيها مغيم اليوم بالأردن ودوج في وسط عمان عليم الله يا سامع فلا ناسي ضواحيها أنا باقي لجل شي عليها نبني الأركان شهادة علم نفخر به على الأجيال نرويها رسمت الدرب في ذهني سلكته واكسر الخذلان ولا يردن عن طريقي من العثرات قاسيها بعيد الشوف والهقوة وصقت القاف والأوزان وكتبت من السفر جملة تلامسنا معانيها أحب الصعبة العسرة وأحب اللي كفخ جنحان ونول اللي تتعبني وأشوف العز عليها سلامتك تسلم والله صح الله لسانك هذا المعزة اي نعم الدار عزيزة والبلد عزيز وأبد يعني رغم أنه البعد تحن إلى البلد وتتمنى له الخير فهذا بلدك الله محييك طول عمرك ودرست وجيب الشهادة هاي مفخرة أيضا لك وللبلد الله محييك طول عمرك يا صح الله لسانك صح الله بدينك يا أخوي عمار الله حياك الله أبو عمار بداية نمسي عليك وعلى الأخوة الشعراء وعلى المتابعين بالخير وإن شاء الله أننا نقدم ما يرضي الجميع الله محييك بما أن أخواني زيدان وحميد تطرقوا الموضوع على الوطن أنا ما أقدر أحيد عنها الدرب هذا بك البركة وطول العمر كل شاعر عراقي التي غريحته بهالموضوع هذا إحنا أكثر شعب شاف معاناة صاحب أول أبهانة ما تقصر الدنيا دواليب محمد الراشد يقول الجعفري يوم أنه جاء من نجد للعراق نعم يذكر الدنيا الله الله يوصف حال الدنيا ويقول مار دنياك يا ما بها من الشين والزين حسر بنا كثر اصطفاق اللعينة انورتك وجهها في نعمك ونعمين تربيك تربات الهنوف الجنينة وانعاضبت توريك صد وتماحين عدو عينك تسهجه تحت دينة وانا اقول الضربة هاللي ما بعد عام الالفين لليوم من مضرابها ما نهضنا تخلخلت منها جميع الموازين من عقب عالي مستوانا انخفضنا ومن عقب ما نصفق جباه المعادين اليوم صفق إيماننا في بعضنا كنا الشعب مرضى ولا لهم داوين والخصم يرقص مستغل مرضنا كنا الشعب مرضى ولا لهم داوين والخصم يرقص مستغل مرضنا في حجة إصلاح البلد والقوانين غير الخسائر والفلس وش قبضنا من 16 عام وحنا مغبونين من الموت جفينا ومن الدم فضنا صرنا بخيسين وصرنا رخيصين من يوم بسواق السياسة انعرضنا انتهضت العالم انتهضت العالم وحنا إلى الحين باقين خلف ظهورهم ما انتهضنا لاهين بالتخريب والبوق لاهين كم حرب عانينا وكم حرب خضنا مضى صواب بلادنا بالشرايين ولا عاد ينفع فيه لو انتفضنا مضى صواب بلادنا بالشرايين ولا عاد ينفع فيه لو انتفضنا عزاه والله يا ديار الفراتين عزاه والله يا ديار الفراتين على الكدر والمعضلات انفرضنا كل ما بغينا دروب الافراح واللين حال القدر من دونها واعترضنا الله أكبر صحة أبدان وانسالك ورجى الله خيرين آمين إن شاء الله ما يدوم الشر والبلاء إن شاء الله زايل بإذنه تعالى آمين آمين إن شاء الله يا رب تسلم صح الله لسانك صح أبدانك والله أخوي
عندنا عاد غربي، الله محييك اخوي غربي وما على الخير تخير. احنا نسمع ايش تختار الاخوه المشاهدين. الله يحييك ابو معمر ويحيي المشاهدين واخوان الشعراء اللي حاضرين. طبعا تطرقوا اخواننا للوطن، والوطن له حق. نعم. والمعاناة ايضا له حق داخل الوطن. وكاد. فمن هذا المنطلق تأتي الابيات. الله الله. فيقول: تهادى النوم لعيوني قبل وقت الصلاة طار، تبعد خطوة عني تصيح الله مجبورا. سبايب عجة حاسات ما الأخلاق والأفكار، خذت كل ما بقى عندي، خذت دنياي مع نوره. تهادى النوم لعيوني قبل وقت الصلاة وطار، تباعد خطوته عني تصيح الآه مجبورة. مجبورة. سبايب عجة حاست سما الأخلاق والأفكار، خذت كل ما بقى عندي، خذت دنياي مع نوره. بداية قصتي كلمة خذت مع خاطري مشوار، حسافه بس لو اني خذيت من السلف شوره. خطاي اني تماديت بعلاقاتي مع الشطار، يا ليت اني على وضعي بقيت ولا شفت جوره. يراودني على ذاك الخطا للحين به تذكار، يراودني على ذاك الخطا للحين به تذكار، حروف ما بقى منها سوى التذكار والصوره، وكررها مع نفسي لعله ينفع التكرار. حقيقة عشتها مبطي معايا اليوم مهجورة، وعلشان العرب تترك سؤال الليه واستفسار، جبرت الظاهر يخبي شقات الروح وشعوره. وتراني ما الأمل تبقى على هذا الجبين شعار، تبين للملا وجه يخالف زيد في طوره. أنا لو الزمن يرجع على وقت مضى وانهار، علي حق اللي حفظش ما كتب في لوح صبوره، لكون أول على قوم خدمها الحظ والادوار، وحقق حلمي اللي مات معموته للثور. والله 30. نعم تسلم. الله يسلمك. صح بدانك. والله مبدع عافيه. والله تسلم. حيا الله الاخوه المشاهدين، اهلا وسهلا بكم. حقيقه القصائد اللي سمعناها رائعه ومعبره جدا، ومع هذا احنا نطمع بالاخوه الاعزاء الشعراء المبدعين لنسمع محاور اخرى ان شاء الله من خلال قصائدهم وقوافيهم. فالاخ العزيز الشاعر زيدان اجذيلي شو يختار لنا والاخوه المشاهدين؟ اختار لكم هذه القصيده على البداوه. الله الله. والبداوه له طعم خاص. وكا. انا بدوي ماشي مع درب ماشيه، حنا من سلوم البداوه كسبنا، بدو نعز الضيف والجار نحميه، ونحط مجموعة العدو لو ضربنا. يا ما حلا بيت الشعر يوم نبنيه، وسط الفياض اللي بها العشب يبنى، نرفع رواقه نوب للقاع نرميه، وتلتم على الشبة تعلى العربنا. نرفع رواقه نوب للقاع نرميه، وتلتم على الشبة تعلى العربنا، ومعلق الفانوس بالبيت مضويه، والزرب داخل بيتنا من قصبنا، والحبل مره نكربه نوب نرخيه، فوق رفاف الجاسر اللي كربنا. بيت الشعر بالناس ربك محليه، شقاق وطرايج نجمعه لو قطبنا، ومجهز المخاط والكور راميه، واللي كمل من بنيته ما تعبنا. ويا مسندي والبن على النار نرجيه، ودلال صفر قبالنا لو طلبنا، يجلي صداع الراس لو صار تثنيه، من دلة هي كيفنا وهي طربنا. والصبح كل من مرتجي يم فاليه، ويا ما حلبنا غنيمنا ويا حلبنا، والدبس فوق السمن توك مخليه، ومن السمن ومن اللبن ما نرتوي لو شربنا. والدبس فوق السمن توك مخليه، ومن اللبن ما نرتوي لو شربنا. راح الربيع وكل من يشوف غاليه، يسكب من العبرات يا ما سكبنا. حان الوداع وكل من يرحل هاليه، ونشفانه الغدران يوم انسحبنا.
هذا هبوب البود، هذا هبوب الصيف، وهذه لياليه الوقت طرف والليالي والزمان غلبنا. هذا هبوب الصيف وهذه لياليه الوقت طرف والزمان غلبنا، والشيل لو شلناه نمشي بتاليه، ويما على ظهور الركايب ركبنا، ويما حل التاريخ لو حل طاريه، عشق البدأوة من بعيد انجذبنا، يجري بدمي حول قلبي حواليه، من صغرنا بالبر واليوم شبنا، الريف يبغى دايم الدوم نغليه، بقلوبنا لو عنها سنين غبنا، زيدان ولد العود هذه غوافيه، سلام يا البدوان طبتم وطبنا. الله الله سلامتكم. ونعم ونعم ابن العود والله ما قصر تسلم. الله والله يا محلى حياة البداوي له طعم خاص. اي والله نعم يا عزاء. أخوي حميد أسلم في قصيده بشاعر المليون. الله الله انت شاركت طبعا سوداني ما شاركت عراقي. الله الله وهذا هم سؤال يعني ايه ولكن نبي عاد الاجابه. ابشر 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 بعزك. طبعا شاركت سوداني لك خبره التجنيس. نعم وحبيت اني اتفرد يعني في شعراء عراقيين وافين شاركوا وحبيت اتفرد بهال طبعا انا بهيئته بلبسي شاركت سوداني. فاللجنة وجهوا لي سؤال انه حميد كيف شمري سوداني او كيف يعني شكلك ما يحنك سوداني اي فجاوبتهم اقول يا لجنة التحكيم جاكم شاعر يطمح للاول ما يحب الثاني على الظفر بطايله متربي وفي جعبته شعر وشعور انساني شاعر من دوله عريب انساسه اللي لها برض المواقف شاني وهذا الزمن فيها الغرايب جمع لظن غريبة شمري سوداني ترى الغرابة وهذا الزمن فيها الغرايب جمع لظن غريبة شمري سوداني ترى الغرابة من يغير طبعه بعض عربنا مجنسين ألماني صحيح ساسي من قفار وحايل وأنا فخور في هلي وجداني مالك زود صحيح ساسي من قفار وحايل وأنا فخور في هلي وجداني دار لنا فيها دوار وديرة ولنا بها مضى الزمن مسكاني أما الدراسة والسكن بالأردن عايش بها ما بين كل أخواني دار الهواشم عز من ينصاها أقولها في داخلي ولساني هذا أنا يا سائلي لا تسأل
كل العروبة بالبلاد أوطاني نعم. وارجع على بيت بالأول قلته وكم مرة دندنت به دنداني يا لجنة التحكيم جاكم شاعر يروم الأول ما يحب الثاني. السلام عليكم. هذه سلام طلبته طيب خير إن شاء الله. أي أخوي عمار حياك الله. معمر معمر الشعر رسالة وأمانة نعم. ولا خير في شعر يقال إن من الشعر لحكمة. الشعر بدون حكمة ليس فيه معنى وكاد أبدا ما فيه معنى نعم. وحنا كشعراء من عبرة الدنيا ومن نصايح الأولين نجمع ونكتب عليه لعل الغير يستفاد وكاد. أي نعم تسلم. فأقول إن كان مالله في حياتك يجديك الله تموت وانت ضايع بغبرتها ما تنفعك ناسك وفزعت عوانيك يا صار ما ربك يعدل عوجتها اللي أتى عن الناس لابد ياتيك وتلقى مثل ما الناس قبلك لقتها بالك تسولف سالفة ما تعليك يا صار ما به فود خله ذرتها حلو الكلام بعين ربعك يحليك وهزل الكلام يعرضك مشكلتها ترى لسانك لا هملته يرديك مكب خلق الله يكود لسنتها ولا تعذرب العالم ترى الله يعابيك وش لك بشد العالم وعذربتها تذم بالناس وتحمد ما فيك ليتك ترى نفسك قبل تبتهتها يكفي تحشم قدرك من أي شيء يدنيك والخلق له رب يسن انظمتها لا تفضح المستور تفضح خوافيك الأجواد لا شافوا عيوب استرتها وترى التكبر ما يطول على بيك الكبر عادات الصغار وصفتها والناس تفرق مثل الصابيع كفيك وطباعها ما بينها ميزتها فيها خبيثين وفيها مباريك احذرت عد وتنحسب برديتها والملة هلي ما تحشمك وتغليك خلاه وراك ولا تطق بوبتها تلقى بداله من يقدر ملافيك ترى الحمايل كل ديرة ملتها ولا تنعزل تهمل ولا حد يناديك واعرف ترى خير الأمور أوسطتها ولا تخالط بكثرة ترى أحيان تبليك ناس النظرها ما تعد علمتها ولا تنعزل تهمل ولا حد يناديك واعرف ترى خير الأمور أوسطتها ولا تحاول ترضي الناس تشقيك الناس حتى الأنبياء ما رضتها درب يذلك لا توطاه رجليك لو هو يجيبك للذهب وثروتها ولا تخاف من خصم بوجهك يلاقيك خوفك من اللي بالظهر مرجلتها ولقمه منه لا تحطها بفكيك تراه مره لو عسل بطعمتها اسمح يا ياسر ايه ولقمه منه لا تحطها بفكيك تراه مره لو عسل بطعمتها ترى الغنى ما هو بالاموال والشيك غنى النفوس بعفها وبركتها ولا تحسب رزقك بكثره خطاويك يا ما من الناس رزقت بقعدتها وإن صرت في صحة وربك معافيك خيرك كثير وسيل عين فقدتها العافية في كل الأحوال تغنيك تسوى الفلوس اللي يديك جمعتها واللي يا زهد دنياك حوشه بياديك تراه ما تبطي ليال زهوتها تغانمه قبل غرابيل ترميك وديرها بعلم يذكر مفخرتها افرش يدينك للنشامة تغطيك أهل الشيم تثني اللي أحد نعتها لا تفشل اللي جاك ينخى ويرجيك بس العفون تفشل اللي نختها عينه ترى لمرة سنين يطريك قلوب رجال عندها ما نستها والوقت خير وشر والله يكافيك من عاش شاف غيومها وصحوتها يوم نبارك لك ويوم نعزيك ويوم على راسك نهل تربتها ما دامت الروس الملوك المماليك والكل يجزى ما عمل باخرتها اللي يثقل الميزان كفت حسانيك فابشر برحمة ربك ومغفرتها واللي يثقل الميزان كفت مساويك تصل الجحيم وتنكوي بحسرتها تلاحق اللي ما بقى من لياليك تلاحق قبل تصير بحفرتك وظلمتها اي والله لا تهمل الأركان وفروض واليك اليوم فوق أرضه وبكرة تحتها يا الله تسلم الله يسامح صحة أبدانك والله ما قصرت يا عمار تسلم يا أخوي غربي فاجأنا بشيلة لشلون هالمرة فاجأك بفاكهة القصيد الله الله الغزل العفيف طبعا إن نكتب غزل لا بس ولكن يا با انتو شباب انتو حميد وهذا يا الربع والباقين ولو أخوي ها ترى بعد الشباب
زيدان أول الشباب ها؟ أي نعم. أي نعم. أنا هم ململي غزلية. والله لنا الحق إن نكتب غزل. لا بس. نعم. ولكن كل شيء له حدود طبعًا. قاد أي نعم. الغزل الفاحش طبعًا مكروه. لا لا لا. إن شاء الله. هذا مرفوض نعم. أي نعم. فيقول محتاج أنا العزلة ومحتاج للناس. الاثنين. اثنين. محتاج أنا العزلة ومحتاج للناس ومحتاج لقلوب البشر تحتويني. نعم. الصبح هم وتالي الليل هجاس ونار توقد داخلي تكتويني على خفوقي بعض الأسرار حراس تحبس بقايا فرحتي مع ونيني على خفوقي بعض الأسرار حراس تحبس بقايا فرحتي مع ونيني أبدي مشاعر للفرح وسط الأعراس وأنا مكدر بالزمان وحزيني بيني وبينك صاير الوضع لولاس والله على قسوة غلاتك يعيني بيني وبينك صاير الوضع لولاس والله على قسوة غلاتك يعيني لا غبت عني صابني ضيق وحباس ولا جيت بسمة الفرح تحتويني تدري وندري والمعاليق يباس وش الفائدة يا نور قلبي وعيني أغليك واللي خالق من كل الأجناس واخفي غلاتك بين نفسي وبيني سيطر علي حبك من الساس للرأس وخفيت ما كني هذاك الرزيني وعدمت الإحساسي وأنا إنسان حساس ولينت راسي لا حشاء ما يليني أشم مع ريح الهوى ريح الأنفاس اللي بقى داخل فؤادي دفيني أغيب بعيونك عن الكون والناس وفيق بين مرد الشفتين سلامتك صح الله لسانك تسلم تسلم سيارت يا نصوح بي لي نروح طار علي من الحبي بوردي لقيت عند أهل العنا وهي جطر طيرين اللي شاف الحبر يهدي لقيت عند أهل العنا هي جطر طيرنا لا شاف الحبر يهدي قالوا ترى يض قلت عاجل وبروح قالوا على ما قلت يا ناس ودي تقسمه من بيننا ما يبدي
أعزائي المشاهدين، سعدنا اليوم بحضور الأخوة الأعزاء شعراء المبدعين، حقيقة محاور حلوة سمعناه، ومسك الختام راح يكون أيضا قراءات شعرية، واحتمال تكون من الغزل من الأخ زيدان، قال حنا عندي قصيدة غزلية. ها إيه نعم، خير إن شاء الله، ونشوف الأخوان الباقين. هلا هلا خلاص. لي صاحب ما شفت ذوله من سنين، والعين يذرف دمعها فوق الأوجال، فارقتها يا ناس من سنة 2000، قلت الوداع وقالت شلون يفلى، مع طلوع الشمس بكرة مسيرين ودموعها صارت مثل همل الأمزال، قالت نعاف الدار وانتم مجيمين من عقب ما كنا لنا شهور جيران، قلت اسمعيني يا هنوف المزايين، هذه ترى الدنيا بها اشكال والوان، كم فرقت ما بين ناس عزيزين، منساك يا خلي على طول الازمان، كم فرقت ما بين ناس عزيزين، منساك يا خلي على طول الازمان، راحت وانا بقص الضماير نيارين، نار المحبه داخل القلب بركان، أم العيون السود وينه وأنا وين، أم العيون السود وينه وأنا وين، من دونها ظليت بهموم وحزان، قدام عيني في منامي تمشين، وفز وقضي تالي الليل سهران، سلام يا المجمول يا داعج العين، لليوم قلبي من سواياك مرضان. الله سلامتك. الله الله صح الله لسانك. يا صاحبي يا الزمن غادي، كل ضيقة الراح جايبها، البارحة والمساء عادي عقب اللي فتني، عقاربها عالصبر ماني بمعتادي، واليوم زادت مصايبها، لصاحب ماخذ رقادي حتى عيوني حاربها، لا صار يحكم على فوادي، والروح نوخ ركايبها، رضيت لو يبغي بعادي لجلح عشقنا صعايبها، لا تشتكي حيل وتعادي، يكفيك شر ونوايبها. يا اخوي حميد سلمت ابو معمر، طبعا احنا نكتب غزل، نعم، بس طابع الحزن يغلب على طابع الفرح، الله من الله خلقنا، ما ادري سبحان الله. اي هذا، انا عندي غزل وعندي قصيده رثاء بشيخ الله يرحمه ذياب امطشره الله حسان، الله يرحمه، نعم، فاحب ان يلغي قدام الجمهور وعلى هذا المنبر، نعم. فأقول جانا الخبر في ليلة ضوى القمر ما هو منير، يصعب ولا نستوعبه بعقولنا هذا المصاب، بقلوبنا حل الحزن وحوالنا ما هي بخير، حزن الرسم بقلوبنا فقد وعنا، وأيضا غياب يا سائلي لا تسأل عن صحة القلب الكسير، ناظر ودقق بالنظر ملامحي أكبر جواب، كم من فقيده نفقده والموت ما وقف يسير، وأعظم فقايدنا رحل الذياب ما مثله الذياب، يالله نطلب رحمتك في شيخنا وانت البصير، وانت الكريم المستجيب إذا دعا الداعي تجاب، من بعدك الحزن انتشر بقلوب الأسلم والعشير، فقدك مهو عادي أبد، فقد الذي مثلك عذاب، حر طليق أجودي بل معضله دايم كبير، اسمه سمية الأولي بالطيب ولا بالحراب، كنت المساند والسند لشانت الدنيا تجير، وكنت الكريم اللي ملا صدره من الطيبة رحاب، فعايل ما تنحصى بالموقف الصعب الخطير، ومواقف يا طيبها ولا يرجع الآني مخاب، خلايف اللي سطروا مجد على العالم شهير، قد أرخ وصيت بقى ما يندفن تحت التراب، الله يعوضنا شطير يسد ضربات الشطير، يسد مأجوب العشيرة بالفضاء ولا الصعاب، والحمد لله بالعوض أمير عن ذاك الأمير، أرض المعارك تعرف صف الصحاري والهضاب. سلامتكم. الله يسلمك. تسلم. الله يرحمه برحمته ويرحم أموات المسلمين كافة، وأمواتنا وأمواتكم، آمين، والرحمة إن شاء الله وعليين لكل شهدائنا الأبرار، آمين يا رب العالمين. تسلم أخوي، صح الله لسانك. إيه أخوي، هلا بمعمر عمار، أرحب. أقول يشين بعدك يا الغلا، يشين دورات الغراء، ويلي يشين بعدك، ليتك دريت بحالتي عقب البطا وشلونها،
كني وحيد بالعرب أسهر وعيني ما تنام وهني ناس تهنت بالمنام جفونها يلومني منه جهل حبك بقلبي والمقام له يحس بلوعتي يلومني منه جهل حبك بقلبي والمقام ليته يذوق من المحبة مرها وطعونها لو هو يحس بلوعتي ما كان ضرب الملا مر البلا ما يدري اني بالهوى مجنونها أجمل من وصف الخيال ولا يوصف الكلام تعجز عن أوصافه تواصيف الأدب وفنونها لب الخدود الزاهية لبيه يا روح الهيام لب العيون اللي تناظرني وأنا مفتونها اي والله أن حبه حلال وحب غيره لا حرام من دونها يا ويل حالي ويش أنا من دونها اللي ملكني وامتلك قلبي قبل 4 عوام وش حيلتي دام المشاعر غردت بلحونها ما كنت شاعر لا غزل ولا كنت معطيه اهتمام إليه شفت عيونها وابدعت به لعيونها قولوا المحبوبي ترى غاليك يغريك السلام وباقي على ذيك العهود ومستحيل يخونها السلام عليكم يا الله جميل صح تسلم ما قصرت أعزائي المشاهدين حقيقة احنا نستعرض دور الشعراء المبدعين في الساحة الشعرية ومن خلال برامجنا على يعني هذه السنين الطويلة كان من الشعراء البارزين شاعر شاب هو الشاعر سلطان العامري أبو نايف هذا الشاعر حقيقة قام في الإمارات فترة وأصيب بجلطة دماغية أشلت جسمه والآن في يعني حقيقة وضع صحي تعبان جدا نتمنى له الشفاء العاجل نتمنى له الصحة والعافية إن شاء الله ليعود إلى عائلته وإلى ساحة شعرية لأنه شاعر متمكن وتحية إلى ولكل الأخوة الشعراء اللي يسألون عن الشاعر سلطان العامري وهذا وضع الصحي ادعوا له ادعوا الله سبحانه وتعالى ادعوا له بالشفاء والصحة فإنه يستحق يا أخوي غربي الله يحييك أبو معمر طبعا ما نطلع من الغزل إيه ولكن هذا الأبيات تعتبر رقم واحد عند الشاعر والأديب ذياب العامودي طبعا أوجه له تحية من هذا المنبر يستاهل تحية لأبو محمد تستاهلون الطيب فيقول كل شيء بالدنيا مع الوقت لحل ألا معك ماتت جميع الحلول اليوم نصف الفكر بأسبابك انشل من كثر ما بالحب عنك حكولي ويا للأسف حلم الطموح يتبدل من بعد ما بعض العرب باركولي أجزع وقلبي من المعاليج ينتلى من سمع طرياك عند الخبولي منك بقلبي عولت شعاب ورجل من قسوتك مدري سبايب فضولي منك بقلبي عولت شعاب ورجل من قسوتك مدري سبايب فضولي بس لك يدلي لها الناس تجهل ملكتني كلي بعرضي وطولي يا لطيف جميل شكرا صح الله لسانك تسلم من يومي حول يا شبه سيل دارج يومي حول معزم للأول معزم للأول يا راعي يا الأوضاع معزم للأول يا أبو خزاري يا أبو خزاري يا شمعة المظهور يا أبو خزاري مع الفيا باري مع الفيا باري وجنب القمرة مع الفيا باري مع الزمان
مع الزمل الأول يا راعي يا الأوضاع مع الزمل الأول مع الزمل الأول مع الزمل الأول يا راعي يا الأوضاع مع الزمل الأول. أعزائي المشاهدين، انتهت هذه الحلقة من برنامج مضايف أهلنا، وحقيقة حلقة حلوة ومتميزة بحضور الأخوة الشعراء، شعراء البادية العراقية الأصلاء، فكانت حلقة حلوة، قراءات شعرية جميلة، وإن شاء الله تتكرر اللقاءات وتشوفون الإبداع إن شاء الله والجديد من كل شعراءنا المبدعين بإذنه تعالى. أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخوة الأعزاء الشعراء ضيوف حلقة هذا اليوم، الأخ العزيز زيدان عقاب أجذيلي الشمري، والأخ العزيز الشاعر حميد الهزاع أجباري الشمري، وشاعر عمار ذيبان أجباري الشمري، وشاعر غربي برزان الشمري، أيضا لفريق العمل كل من الأخوة المصورين سيف العبيدي ويحيى الميزان وعلي باسل، هندسة الصوت والمونتاج عمار النعيمي، هندسة البث خالد المحمدي، التنسيق عبد الواحد البدراني. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ المخرج ياسر صبيح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Got it.